نار لا يخمد لهيبها في العالم العربي والإسلامي احتجاجا على فيلم براءة المسلمين المسيء إلى نبي الإسلام. مدن عدة عبر العالم لا تزال تشهد مواجهات مفتوحة حول السفارات والقنصليات الأمريكية، فيما يحصي عدد القتلى في هذه الأحداث أرقاما تتصاعد بشكل مستمر. الفيلم الذي لا يزال الجدل قائما حول مخرجه ومنتجه والقائمين وراءه أثار أمواجا من الاستياء العارم ترجمها متظاهرون غاضبون بإحراق الأعلام الأمريكية ومهاجمة ما يرون له صلة بالتعدي على حرمة النبي محمد. الاحتجاجات امتدت إلى دول آسيوية كباكستان وأفغانستان والهند، ولم تسلم منها أستراليا التي خرج مسلموها للتنديد بالتجرؤ على مقدساتهم واشتبكوا مع الشرطة التي طوقت المظاهرات. الرئيس الأمريكي باراك أوباما شدد في خطابه الأسبوعي للأمريكيين على عدم التساهل مع قاتلي السفير الأمريكي في ليبيا ومن معه، وأكد على أن العدالة ستأخذ مجراها مع هؤلاء. يجب أن نبعث رسالة واضحة وحازمة إلى العالم. أولئك الذين يهاجمون شعبنا لن يفروا من العدالة، ولن نتردد في السعي وراءهم. لن نسمح لأي أحد بهز عزيمة الولايات المتحدة. الولايات المتحدة بادرت إلى إرسال وحدات من جنودها المارينز لحماية بعثاتها الدبلوماسية في بؤر الاحتجاج، وعلى رأسها ليبيا واليمن والسودان، كما حذرت رعاياها من السفر إلى المناطق التي تشتعل فيها مشاعر العداء تجاهها. ليس هناك تبرير للعنف، ليس هناك دين يقبل باستهداف الرجال والنساء الأبرياء، ليس هناك أي عذر للهجمات على سفاراتنا وقنصلياتنا، وطالما أني الرئيس فلن نقبل أن يتعرض الأمريكيون للأذى. ورغم الأصوات المطالبة بالتعقل والرد بأسلوب حضاري على الاستفزاز الذي شكله الفيلم، فإن رقعة الاحتجاجات تمتد كل يوم، ويبقى تلاقي الحضارات الخاسرة الأكبر في مشهد يتسم بكثير من التوتر وقليل من الحوار. وفي تونس